بايرن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف لتوماس مولر قبل أن يحرز ماريو غوميز وأرين روبن ومولر نفسه ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني ليضع الفريق الألماني نفسه على أعتاب التأهل للنهائي. بايرن ميونخ نجح في فرض أسلوبه على برشلونة رغم أن الفريق الإسباني استخدم سلاحه المعتاد بالاستحواذ على الكرة. بايرن ميونخ تقدم بعد 25 دقيقة عبر توماس مولر ثم عاد ماريو غوميز وحرز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني بطريقة مشابهة التي جاء بها الهدف الأول. الهجوم البافاري استمر واثمر على الهدفين الثالث والرابع عبر روبن ومولر الذي اختتم مهرجان الأهداف قبل 8 دقائق على النهاية. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شارك أساسيا بعد نجاحه في اجتياز اختبار لياقة قبل ساعة من موعد المباراة، لكنه رغم ذلك ظهر خلال اللقاء بعيدا عن مستواه وخسر معظم الكرات المشتركة لمصلحة مدافعي بايرن ميونخ. ميسي بدأ متأثرا بالإصابة التي أبعدته طوال الفترة السابقة عن الملاعب.